باعتبارها من العناصر الرئيسية لنجاح الأحداث الرياضية، نظم الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد وبالتعاون مع الاتحاد العماني للفروسية حفل توقيع اتفاقيات رعاية مع الجهات الداعمة والممولة للبطولة الدولية الأولى لالتقاط الأوتاد باللباس الرياضي التقليدي، والتي ستقام بولاية الدقم خلال الفترة من الثاني إلى الرابع من شهر ديسمبر القادم. وراعى المناسبة سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب. هذه الفعاليات هي فرصة لتنشيط السياحة وأيضا تنشيط الرياضة في ولاية مثل ولاية الدقم، معول عليها اقتصاديا في القادم. كما نحن نشكر يعني شركات القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي لدعم كثير من الفعاليات اللي في السلطنة، فعاليات رياضية وشبابية وثقافية، ونقدم لهم الشكر، وأيضا الشكر للاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد والاتحاد العماني للفروسية. ونتمنى إن شاء الله نشاهد بطولة التقاط الأوتاد بالزي العماني التقليدي في ولاية الدقم. واشتمل الحفل على العديد من الفقرات، من أبرزها تدشين شعار البطولة وتكريم الرعاة البالغ عددهم 23 مؤسسة من الشركات الخاصة والجهات الحكومية. وستشهد البطولة مشاركة 20 دولة من مختلف قارات العالم. اليوم وقعنا مجموعة اتفاقيات مع مجموعة كبيرة من الشركات ومن وسائل الإعلام، وهذا يوضعنا قدام تحدي كبير. نعم، احنا نجحنا في الاختبار فيما يخص بطولة مصيرة، ونجحنا في الاختبار في بطولة خصب، واحنا نعيد للمرة الثالثة تجربة في ولاية الدقم. ويأتي إقامة البطولة الدولية بالدقم بهدف الترويج الاقتصادي والسياحي لهذه الولاية، إلى جانب التأكيد على أهمية هذه الرياضة وعراقتها منذ الزمن البعيد. الدعم اللوجستي والمادي من قبل الشركات والجهات المختلفة يشكل دعماً أساسياً لنجاح البطولة الدولية الأولى لالتقاط الأوتاد باللباس التقليدي بولاية الدقم.